وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مع الدكتور تحسين عبد الله الكيلاني، استشاري امراض وجراحه الكلى والمسالك البوليه والتناسليه والعقم، البورد الاردني مستشفى البشير سابقا، وايضا عضو الجمعيه الاردنيه لجراحيه الكلى والمسالك البوليه. بدايه مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورتنا طبعا. انتم منورين. تسلم دكتور تحسين. بالبدايه حضرتك اشهر من تعرف في هذا القطاع وفي هالعياده بالذات. بدايه بحب نعرف الساده المشاهدين حضرتك اكثر عن بدايه مشوارك العملي، كيف بلشت؟ تفضل. انا بلشت في مستشفى البشير. طبعا اللي ما بمر على مستشفى حكومي زي مستشفى البشير مستقبل بكون في شك، لانه مستشفى البشير هو اللي بيسقل الطبيب، يعني بسبب الخبرات المتراكمة، بسبب عدد المرضى اللي ممكن يشوفهم الإنسان، بسبب الحاجة إنك تستشير ناس أقدم منك وأعرف منك. فبديت في سنتين في مستشفى البشير ثم انتقلت للقطاع الخاص. نعم، لماذا اخترت هالمنطقة بالذات تفتح العيادة فيها؟ أيام عشان داومت في البشير، وكان في مستشفى الهلال وكان في مستشفى الجداد، ما كان في مستشفيات في عمان اللي تروح، بالعكس كان هنا انك تستاجر عياده اغلى من مستشفى الخالدي، كانت ايامها هنا في مستشفى قبل هذا الحكي في 89. نعم. منطقه شعبيه، منطقه مكتظه، حبيت الناس عشان كل اللي كانوا راجعوا في البشير كلهم من المناطق هذه، فتاقلمت معهم. نعم يعني نعم بالتاكيد. نفوت اكثر بالتفاصيل بحيث نعرف الساده المشاهدين الخدمات اللي بتقدمها. تفضل. الخدمات احنا يعني انا في العياده يعني بستقبل المرضاي. طبعا مسالك البولية امراض كثيره وطويله وشيء، بالاضافه لعملي في المستشفى، يعني اي واحد بيلزم عمليه طبعا نعملها في المستشفى. أكيد او أكيد. اشراف طبي في المستشفى. اشتغلت فتره حوالي 10 15 سنه بمستشفى فرح في طفل الانابيب، لما بداوا طفل الانابيب. نعم. اشتغلت من 96 جزء 2010 2008 2009 هيك شيء، اشتغلت فيه مع الدكتور زيد. مو الدكتور زيد برضه؟ نعم نعم. دكتور يعني الان نتحدث عن عقم للرجال فقط بتعالج ولا بس عقم الرجال؟ بس عقم الرجال. نعم. يعني هلا استاذ احنا بحكوا لنا مرات يعني هاي معلومه بدنا نحكي، يعني بحكوها انه هسه القطط بتعمل عقم. القطط بتعمل عقم لدى النساء والرجال، هذه المعلومه صحيحه؟ لا مش صحيحه. لا مش صحيحه، ما بتعمل لدى الرجال نهائي، ما بتعمل. اما في مرض اسمه مرض القطط او توكسوبلازموز، ممكن للنساء يسبب اجهاضات، اما للرجال ما في منه الحكي. نعم نعم. نتحدث عن الامراض، عن الاسباب اللي تؤدي الى العقم لدى الرجال. يعني بالنسبه لنا كجراحيا اكثر سبب عاده هو وجود ما يسمى دوالي الخصيتين. دوالي الخصيتين، دوالي الخصيتين يوجد في 20% من الشباب. تصور يعني بين 100 شخص مثلا عمرهم 25 سنه 20 شخص عندهم دوالي. طبعا ال 20 شخص مش كلهم ما بخلفوش. 20% من الشباب لو فحصناهم نوجد عندهم دوالي الخصيتين. دوالي الخصيتين هي عباره عن تمدد في الاورده الدمويه، تزيد الحراره الخصيتين. الله خلق الخصيتين خارج الجسم لا يحتملوا الحراره، فلما يتكون دوالي، الدوالي هو عباره عن يعني لو نحكيها بالعاميه الحاف بتغطى فيه، فبزيد درجة الحرارة زائد يؤدي إلى تراكم السموم اللي بتيجي من الكلية على الخصيتين، فبتسبب ضعف في نشاط الحيوانات المنوية، يحتاج إلى عملية. علاجها يحتاج إلى عملية. طب نتحدث عن أسباب الدوالي. يعني أسباب الدوالي هي تشوه خلقي، تشوه خلقي. نعم. يعني هلا الرياضة الوقوف الكثير بزيدها، بزيدها أكثر، أما ما بسببها بزيدها. نعم. أكثر بزيدها أكثر. آه. نعم. نتحدث الآن عن التناسلية، عن المسالك البولية، أسبابها، طرق الوقاية منها، العلاج، حدثنا أكثر. شوف هي المسالك يعني ممكن يكون هيك السؤال، شو الأكثر الحالات اللي بتواجهكم في المسالك البولية؟ أبرز الحالات. أبرز يعني أبرز الحالات في الأردن بالذات حصى الحصى، حصى الكلى. الحصى الكلى هو أكثر شيء، يعني لا يكاد يوم يمر إلا يكون في بين المرضى ناس عندها مغص كلوي، ناس عندها حصى، ناس عندها رمل، يعني شيء له علاقة في الحصى الكلوي. نعم. هذا أكثر شيء. طبعا بيجيك الأطفال، بيجي الأطفال أمراض، معظم أفراد الأطفال تشوهات خلقية، مشاكل في الخصيتين، انسداد فتحة البول، تشوه في فتحة البول. هذه للأطفال. للكبار بالسن أكثر شيء بيجي من الرجال، مشاكل في غدة البروستاتا، التهابات البول، انسداد مجرى البول. هذا للناس اللي فوق 60 سنة. نعم نعم. خصائص. هلا النساء بيجونا برضه، في برضه نسبة حصى ولو انه كان اقل من الرجال، النساء
برضو بيجوا فين فحصا، بيجي مشاكل في سلس البول عند النساء كثير بتيجينا، هذه السلس البولي عند النساء. نعم. هذول اكثر الامراض. الاطفال طبعا التبول الليلي هذا يومي بيجي كيس. نعم. تبول الليلي اللا ارادي بسموه السلس. نعم. البولي. نتحدث الان عن ابرز حالات جراحه الكلى. ليش يعني مثلا بدنا نتحدث عن المريض، لماذا يحتاج جراحه الكلى اذا كان عنده شو ابرز الحالات؟ يعني جراحه الكلى كثير اسباب، يعني من بدءا من زراعه الكلى مثلا، بدءا من الزراعه لانتهاء بكيس مي على الكلية. الحصيات الكبيره، حصيات الكلى الكبيره التي لا يمكن تفتيتها عن طريق الاشعه، تجرى لها عمليات جراحيه او جراحيه بالمنظار او جراحيه بشق البطن، يعني جراحيه. التشوهات الخلقيه اللي بتؤدي الى انسداد الكليه، استئصال الكلية في كثير من الحالات، استئصال الكلية عندما يتم ايش فشلها نهائيا او تصبح بلا فائدة. في كلى بتكون عندها انسداد انغلاق، تكون البول، انحشر البول، تكون ممكن يتكون كيس من الخراج او كيس مي، يتكون الى كيس من البول فقط. نعم. تؤذي المريض، ممكن نعمل لها استئصال هذه في الجراحة. اذا حكينا الحصيات الكلوية الكبيرة، هاي ممكن نلجأ للجراحة. استئصال الكلية لأسباب كثيرة، تجميلية مثلا في تضيق بين الكلية والحوض، حوض الكلية والحالب. نعم. نعمل عمليات تجميلية إلها. حالات نادرة بنثبت الكلية، تثبيت تكون سهل خاصة عند النساء اللي ضعفوا تسحل الكلية. يعني كثير الحالات الجراحة الكلى يعني. نعم نعم. دكتور الآن يعني بنحب نسمع منك نصائح للسادة المشاهدين للحفاظ على نفسهم، لطرق الوقاية أيضا، اللي مثلا بدنا نحكي اللي بيعاني من الأمراض هاي، إيش تحب تحكي لهم؟ والله شوفي، بالنسبة لنا يعني طرق الوقاية اللي هي من الحصى أكثر شيء، والرمل، يعني يكاد لا يوجد شخص ما عندهش رمل في الأردن. أكيد. يعني حتى تثبت العكس، شفتي؟ أنا دائما بنصح مرضاي على ثلاث شغلات. أول شيء كثرة السوائل. في بلادنا كثرة السوائل ضرورية، وكل مكان المناخ حار كل مكان شرب السوائل أكثر. يعني ممكن مثلا في فنلندا نشرب كاسة تكفي تحمي من الحصى، احنا نشرب 5 كاسات ما بتكفي، ينزل على الغور لازم نشرب 10 كاسات او اكثر. فاذا احنا على حسب المنطقة، فشرب السوائل بكثرة، وما بقدر اقول لك قديش اشرب. اما هم بيحكوا تقريبا دكتور تحسين 8 اكواب يوميا. بالضبط 8 اكواب الى 10 اكواب للي يعاني. للي يعاني. اللي احنا في طريقه ثانيه بنحكيها بدون كم الكاسه، في ناس حتى يصير لون البول مي، يعني ممكن في الغور نشرب 10 كاسات يضل بوله هيك لونه، وهون نشرب 5 كاسات يصير بوله، اذا حتى يصير لون البول ابيض زي المي، هذا يعني انه صار تشبع في الماء بغض النظر كم شرب. شرب 10 والبول اصفر ما شرب، شرب كاسة والبول ابيض ماشي. نعم. اذا حتى نعم. يصبح لون البول غير مركز، لانه اذا كان مركز هذا يحتوي على املاح كثيره. هيك شفت؟ نعم نعم بالتاكيد. نعم دكتور تحسين، الان بنحب نتحدث عن الصعوبات والمشاكل، يعني اي مشروع اللي يمر بمشاكل ومعوقات، تحدثنا اكثر عن المشاكل. والله يعني مشاكل عندي ما في مشاكل يعني بمعنى الكلمه، اما المشاكل الروتينيات هذه يعني. مثلا يعني هذه ثمن المهنه. نعم. يعني ما في استقرار، ما في استقرار عائلي عندك. ممكن تكون يعني يكون عندك ضيف ويتصل فيك المريض تعال في نص الليل، ممكن تكون انت يعني كثير بكون اخواتي في اربد بروح بتصل تعال مريضك كذا كذا، يعني هي عدم الاستقرار. هي يعني مش هي مضاعفات المهنه، او مش ما بدنا نعتبرها مشاكل، يعني هي ثمن. نعم. المهنة يعني. نعم. الصعوبة، اتصالات الليلية، عدم رضا بعض المرضى، ما مستحيل ترضي كل الناس. برضو نحكي عدم وصول المعلومة لدى المريض، يعني مثلا تحكي المريض إلا ما يفهمها بشكل غلط مثلا. بالضبط. عدم إيصال المعلومة بشكل مناسب. كثير هاي بنعاني منها. نعم. التدخلات ذوي المريض في المستشفى، يعني مريض ما عملت له عملية قال والله توجعت، يعني طبعا عندك توجع يعني، ولا شو يعني، انا جايبك على شرم الشيخ الشم الهواء عمليه جراحيه مش هيك؟ انا جايبك، قلت له يعني جايبك على فيلم سينما، انا جاي عمليه جراحيه يعني. نعم. لازم ما بتقبلوها كثير ناس. يا دكتور ليش مش حاطط لي؟ يعني بصير يفت عنده فتوى ليش يعني لازم انا اعمل زي ما بده ذوي المريض، خاصه المهن اللي لها علاقه في الطب. نعم. المهن. نعم. اللي لها علاقه بالطب، تمريض فنيين كل لهم خصوص، فني اشعه، فني تخدير، فني فني فني، بتدخل بشكل صارم، بينما لو كان دكتور ممكن ما يتدخل لانه بيعرف حدوده، يعني بيعرف انه انا مش شغلتها، يعني انا لا تروح امي تعمل عمليه في العيون
ما بجي صياد دكتور يعني شو اللي عمل ما بعرف وشغلته. فهنا اكيد الطبيب يعني اعلم واخبر من ولكن بيطلع. وطبعا معظم الناس محترمين يعني حرام يعني معظم محترمين بس الا يطلع لك الا مرحبا الا ما يطلع لك شغله هذه زائد بالاضافه للسوائل اللي حكيناهم. شوفي هذا قانون الي واليك كلنا الشرب الحمضيات تناول الحمضيات بكثره بكثره يمنع تكوين الحصى واحيانا بفتت الحصى الموجود. هذه ثابت تجربه عندي يعني عصير الليمون عصير الليمون من اروع العلاجات لتفتيت الحصى وللرمل ولحتى تكوين الحصى لو يتكون. مع في ناس ينصح باخذ زيت الزيتون لانه بيعمل البول لزج واذا عمل البول لزج بسهل خروج الحصيات منه. اما الحمضيات هذا قانون ما في نقاش فيه. نعم نعم بالتاكيد. زائد تخفيف من تناول البروتينات خاصه البروتينات الحمراء تخفيف منها لانه هي بتسمي ما يسمى يوريك اسيد حصى شفاف لا يرى الا ببعض الصور يعني لا يرى في الصوره العاديه ما في كلس. هذا اللي بسبب بقول لك النقرس اللي هو او المرض الملوكي هذا اسمه اليوريك اسيد. هذا يوجد في اللحوم. تخفيف اللحوم والبروتينات النباتيه هذه بتخفف من هذا. وفي الاردن نسبته كبيره لازم نخفف من البروتينات الحمراء في العالم نسبه الحصى اللي من البروتينات لا تتجاوز 5%. انا شايفهم اكثر من النص هنا يعني بتصور كيف بنعرف نصور المريض صوره ما بيطلع الصوره شيء ولا شيء بتحطه على التلفزيون تعمل له صوره طبقيه بيطلع حصوه او تضخم في الكلى او شيء. هذا بسموه الحصى الشفاف او اليوريك اسيد او حمض البوليك اعتقد هيك اسمه. نعم وكبرته يعني دكتور بدنا نتحدث هلا كل بيت يومي ولا مش بشكل يومي بدنا نتحدث يوم بعد يوم الا ما يطبخ لحمه دجاج يخفف. انا ما بحكي ما ياكل في فرق. في ناس بيقول على المنسف باكل نصه هذا المقصود تخفيف. تخفيف نعم. يعني مش معقول ما ياكلش برضه بروتينات نعم. لازم نعم. ولكن في ناس ببالغوا. طب ايش يكثر برضو ايضا غير الليمون دكتور؟ الخضروات. الخضروات هذه فيها الياف وفيها فائده وفيها حتى يعني ما فيهاش كلس. وبعد الخضروات الفواكه الالياف والاكل العادي يعني الاكل المتزن ما في مشكله. ما حكينا ما ياكلش نعم اي نعم. اكله. هلا في ناس بيقول لك السبانخ والفاص وكذا وكذا بتزيد يعني. مره في عالم بحث لازم تاكل 63 كيلو غرام سبانخ لست شهور حتى تسوي حصوه. يعني اذا شيء مستحيل ان الاكل يعني سوي. ولكن هي مجموعه عوامل بيكون عنده عوامل داخليه في جسمه هي اللي بتساعده لتكوين الحصى. نعم فتحط له كمان تزيد تضيف له عوامل ثانيه زي كثر بروتينات خفف الحمضيات ما في سوائل كل هذه عوامل بتزيد من ترسبات وتكوين الحصى. نعم بالتاكيد. دكتور تحسين الان نتحدث عن تطور هذا القطاع كيف بتشوفه؟ ممتاز. تطور في اخر 20 سنه تطور رهيب. قطاع المسالك الوجه بشكل عام دخل في جراحه المنظار. يعني زمان كنا الحصى في الكبير في الكلي نجرح البطن كله تنشيل الحصوه ومرات نص هيضل. بتطور الان ممكن احنا عن طريق منظار الظهر بسموه بيركوتينيس منظار الظهر تشيل اكبر حجم ممكن الحصى بجرح سنتي بس سنتي وبنفس اليوم يروح المريض. هذا تطور رهيب. تطور المنظار عن طريق مجرى البول حصو في الحالب من النوع اللي ببينش او ما بتتفتتش بندخل في المنظار بنسحبها او بنكسرها وبنطلع. يعني زمان هذا ما كان فيه كان كله جراحه. شفتي اذا تطور كثير لهذا. نعم تطور تفتيت الحصى عن طريق الاشعه حصوه عاديه ممكن تتفتت يعني يوميا عندنا هذا بتحطه على جهاز نص ساعه بسموه تفتيت عن طريق الأشعة فوق الصوتية نص ساعة بنزل بكمل شغله بسوق سيارته بروح على البيت أو على شغله. ما في حتى إبرة ما بنعطيه. شفتي يعني فتت حصوة وظل مروح. هاي ما كان من 25 سنة هذا كله نعم. جديد يعني تطور جدا الطب. نعم بالتأكيد. دكتور الآن بحب نتحدث أيضا الخريج جدد في نفس المجال شو بتحب توجه لهم رسالة وأيضا زملائك في نفس الاختصاص شو بتحب تحكي لهم؟ والله بسم الله احنا بنجتمع لما يكون الاجتماعات دائما بصير نقاشات وأكيد يعني كل واحد بأخذ خبرات من الإيش من الجيل اللي سبقه. احنا زي ما احنا أخذنا من جيل ثاني. يعني أنا في بداية حياتي كنت أستعين في العمليات الكبيرة في أطباء قديمين ويجوا يساعدوني وساعد واحنا نفس الشيء الزملاء. ما يعني ما ينحرج الإنسان يطلب مساعدة أو يطلب رأي آخر خاصة إنه عندك مريض مصلحة المريض. ما تخجل يعني أنا بحكي لزميل الجديد ما يخجل إنه يطلب رأي طبيب أقدم منه أو أكثر منه خبرة مو عيب بالعكس. هذه هي
للأصول إنه يطلب هذا. نعم نعم بالتأكيد. دكتور الآن بنحب نحدد مكان العيادة، أرقام الهاتف للتواصل، حدثنا أكثر تفضل. العيادة في شارع مأدبة ما تغيرت من سنة 1989، شارع مأدبة عمارة 224 فوق البنك الأردني الكويتي. التلفونات تلفون العيادة 474-0-1، تلفوني الخلوي 079-564-6543. نعم بشكرك دكتور تحسين، كان لقاء جميل مع حضرتك، بشكرك مرة ثانية، يعطيك ألف عافية. أنا سعيد بلقائكم وأعطيكم العافية على جهودكم إن شاء الله. تسلم كلك زوج دكتور. الله يبارك فيك.